أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يؤكد أن حزب الله هو أساس المشكلة في لبنان لأنه اختطف النظام اللبناني. داعش على حافة الانهيار بعد فقدان 95% من الأراضي التي يحتلها وتحرير الملايين من قبضته. في ليبيا أزمة اقتصادية على إثر تراجع الدينار إلى مستويات قياسية جديدة في السوق السوداء، ما أجبر أسرا ليبية على بيع مدخراتهم لتوفير الاحتياجات الأساسية. وعلماء يكتشفون كوكبا صالحا للحياة بحجم كوكب الأرض وبدرجة حرارة مماثلة يبعد بنحو 11 سنة ضوئية عن كوكب الأرض.